هلو، ازيكم يا حلوين؟ النهارده هعمل صنف بقى صابون مختلف تماما. يعني هستخدم فيه مكونات ما استخدمتهاش قبل كده خالص، كله طبيعي 100%. هستخدم فيه خضروات، هستخدم الريحان الطازه، وهستخدم كمان طماطم. هستخدم الطماطم، هستخدم صلصة الطماطم، وهستخدم عصير الطماطم. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل الصابون ده ازاي. هو مكوناته كتير شوية يعني قبل ما ابتدي، لكن لو قسمتي وقتك صح ونظمتي نفسك وكنت وزنة كل حاجة ومرتبة هتعملي ايه، مش هتتلخبطي وهيمشي حلو وهيطلع مظبوط زي اللي انا عملته. هبتدي اعمل بقى التحضيرات اللي انا محتاجاها للصابون ده. فانا هنا هبتدي انزل بعصير الطماطم، وهستخدم تقريبا علبتين عصير طماطم علشان انا هستخدمهم بدل الماء المقطر. وانا محتاجة بالظبط 345 جرام، فهنزل بيهم في القوالب كده وهشيلهم في الفريزر يجمدوا، علشان لازم استعملهم وهم مجمدين علشان الطماطم ما تتحرقش مع هيدروكسيد الصوديوم، ولاني كمان محتاجة لون الطماطم الاحمر يبقى زي ما هو وما يتفاعلش مع هيدروكسيد الصوديوم، لان انا مش هستخدم اي مايكا او صبغة في الصابون ده، وكل التلوين بتاعي هيكون طبيعي. وهنا كمان انا محتاجة 345 جرام ماء صبار، بس انا ما كانش عندي ماء صبار فاستخدمت خلاصة الصبار، وبرضو هنزل بيها في القوالب كده وهشيلها في الفريزر. هنا انا قطعت ريحان طازة من الجنينة زي ما انتوا شايفين كده، انا هحتاج ان انا اخد منه بالظبط 28 جرام، فقطفتهم وخليتهم على جنب. كمان ما تستغربوش معانا صلصة طماطم، معلقة تقريبا 28 جرام صلصة طماطم. ودلوقتي هبتدي احضر الزيوت بتاعتي، بس انا هنا الوصفة مقسومة على 2، فمعايا 2 بيكر، والزيوت اللي هحطها هنا هحطها في الناحية التانية بالظبط. يعني انا في اول بيكر استخدمت زيت الزيتون، خدت 517 جرام، هحط برضو في البيكر التاني زيت زيتون 517 جرام. اللي هيفرق بس ان انا ساعة لما هاجي اشتغل بهيدروكسيد الصوديوم، واحد هستخدم معاه الصبار وواحد هستخدم معاه عصير الطماطم. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بزيت الزيتون في 517 جرام هنا و 517 جرام في البيكر التاني، الاتنين زي بعض بالظبط. وهضيف زيت جوز الهند، وهضيف منه 272 جرام في البيكر الاولاني، وهرجع اضيف نفس الكمية في البيكر التاني. بضيف 272 جرام زيت جوز هند في البيكر التاني برضو زي ما ضفت في البيكر الاولاني. هضيف زيت الخروع، واخدت منه 45 جرام وبنزل فيه في البيكر الاولاني، وهرجع برضو اضيف نفس الكمية في البيكر التاني. بضيف 45 جرام زيت خروع في البيكر التاني برضو. هنا انا محتاجة ان انا اضيف 72 جرام زبدة شيا في كل بيكر، فاخدتهم يدوبوا شوية في المايكرويف، وبعد كده هنزل بيهم في البيكر. بضيف للبيكر الاولاني زبدة الشيا بعد لما دوبتها واخدت منها 72 جرام، وهعمل نفس الحاجة في البيكر التاني. هضيف في البيكر التاني برضو 72 جرام من زبدة الشيا المتدوبة. هنا انا وزنت 345 جرام من عصير الطماطم المجمد،
وهبتدي بقى انزل فوقيه بهيدروكسيد الصوديوم بتاعي، وهيدروكسيد الصوديوم هنا 128 جرام. هنزل بقى بهيدروكسيد الصوديوم فوق العصير المثلج بتاعي وبقلب كده. انا اخدت زي ما قلت لكم هيدروكسيد الصوديوم اخدت منه 128 جرام، وعصير الطماطم المجمد اخدت منه 345 جرام، وبفضل اقلب كده لحد لما يدوبوا تماما. وزي ما انتم عارفين وزي ما انا شرحت قبل كده، انا لما بجمد عصير او اي حاجة تانية بيبقى الهدف منه ان انا احافظ عليه من هيدروكسيد الصوديوم، لان هنا طبعا انا محتاجة اللون الاحمر ده علشان زي ما قلت لكم انا مش هستخدم مايكا ومش هستخدم اي حاجة صناعي لتلوين الصابون بتاعي، كله طبيعي 100%. هو بياخد وقت شوية بل ما يدوب، يعني بياخد حوالي 3 دقايق 4 دقايق كده، مش بيدوب بسرعة زي هيدروكسيد الصوديوم طبعا مع الماء المقطر العادي اللي هو ما بيكونش مجمد، ده بيدوب على طول، لكن هنا عشان طبعا في تلج وكده فبياخد وقته شوية في الإذابة، لكن يعني النتيجة تستاهل ان الواحد يصبر علشان هنحافظ على اللون وهنحافظ على كل حاجة في عصير الطماطم، هيفضل زي ما هو مش هيتأثر بهيدروكسيد الصوديوم. هنا خلاص بقى تقريبا داب تماما، انا بس بقلب شوية زيادة علشان اضمن ان كل القشور بتاعتي دابت، وبرضو هنزل من خلال مصفى لان انا عارفة في حالة لما يكون بكون بدوب بالهيدروكسيد الصوديوم مع التلج مش بيدوب قوي يعني، فهنزل من خلال مصفى برضو علشان يكون أمن ليا، ميبقاش فيه أي قشور غير مذابة في الزيوت بتاعت الصابون بتاعي وتأذي حد. شايفين اللي حسبته لقيته فعلا، ايه ما القشور دي ما دابتش كويس، في كام واحدة كده مجراش حاجة هشيلهم ارميهم، والحمد لله ان هم منزلتش على طول دغري في الزيت بتاعي، لان القشور مش بتدوب في الزيت فتبقى مشكلة في الصابون، تلاقي الصابون بيحرق يعني استحم بيت لقيه حرقك، غسلت ايدك حرقك، غسلت وشك حرقك، فيعني ما مش امان خالص ان انت تنزلي من غير مصفى، يعني لازم مصفى. ابتدي بقى اشتغل شوية بالهاند بلندر عشان اوصل للاثر الاولاني. أضيف 28 جرام صلصة، يعني هي تقريبا معلقة صغيرة، ودي طبعا هتعزز اللون قوي بصراحة. الزيوت بتاعتي معايا نوعين زيت، معايا زيت اساسي الريحان وزيت اساسي الجيريميوم. الريحان اخدت منه 12 جرام والجيريميوم حطيت منه 22 جرام، وبضرب تاني بالهاند بلندر قبل ما ابتدي انزل في قوالب الصابون بتاعتي. انا اللي هنا الكمية كبيرة قوي فانا هستخدم قلبين صابون، ابتدي انزل كده يعني هوازن كده، اللي هحطه هنا هحطه هنا عشان يبقى الكمية اللي قد هنا قد الكمية اللي هنا، من غير ما اقسم بقى في 2 بيكر او كده، لا بعيني كده هعاير كده.
هنا انا وزنت 345 جرام من خلاصة الصبار. انت ممكن تستخدمي ماء صبار، انا اضطريت استخدم الخلاصة عشان ما عنديش ماء صبار. وبنزل فوقيهم ب 128 جرام من هيدروكسيد الصوديوم، وبقلب كده شوية شوية لغاية لما هيدروكسيد الصوديوم بتاعي يدوب تماما. هنا بعد لما هيدروكسيد الصوديوم بتاعي داب تماما، هبتدي انزل بقى فوق الزيوت في البيكر التاني، وهنزل من خلال مصفى برضو عشان لو في اي قشور ما دابتش ما يبقاش تعمليش مشاكل. بمجرد ان انا قلبت تقليبة بسيطة، التصبن حصل من غير الهاند بلندر ولا اي حاجة، سبحان الله، مع انه نفس الزيوت بس الفرق طبعا خلاصة الصبار. هنزل بقى قبل ما ابتدي احط بقية الاضافات بتاعتي فوق البيكر ده، هنزل بطبقة رفيعة جدا فوق الصابون الطماطم علشان تبقى كده زي طبقة فاصلة ما بين صابون الريحان وصابون الطماطم، تبقى عاملة زي خط كده لما اجي اقطع الصابون. هكرر نفس العملية في البيكر التاني واحط طبقة رفيعة زي ما انا عملت في القالب الاولاني. هنا انا بضيف بقى الريحان اللي انا فرمته في الكبة، وده 28 جرام ريحان انا فرمته يعني مش من الاول، خليته في الاخر خالص لان انا خفت ان هو يسود، فخليته يعني لسه فرماه حالا، يعني مفاتش 5 دقايق حتى. وهنزل بيه جوه الصابون بتاعي واضرب ضربه كده بالهاند بلندر، وبعدين بعد كده انا هضيف السبيرولينا اللي هي اعشاب الطحالب البحريه، لونها اخضر وبتدي لون اخضر جميل جدا، وده بديل طبيعي بدل ما اضيف اصباغ في الصابون بتاعي. اللي ما عندوش السبيرولينا يضيف بقى لون اخضر، او ممكن يضيف كمان طمي اخضر، اي حاجة تديني لون اخضر يعني. فبضرب هنا كده ضربة كده بالهاند بلندر قبل ما ابتدي اضيف السبيرولينا اللي هي الطحالب البحرية الخضراء. هنا انا بضيف السبيرولينا، وانا خدت معلقة كبيرة من السبيرولينا، وهقلب كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هضرب بالهاند بلندر. مهم قوي انك تقلب الاول علشان ده بودرة، لو شغلت الهاند بلندر على طول ممكن يطير في كل حتة، فقلبي كويس دخليه جوه الصابون نفسه، وبعد كده نضرب بقى بالهاند بلندر عشان يمتزج. نفس الزيوت العطرية اللي ضفتها في الجزء الاولاني من الصابون، اللي هي 12 جرام زيت اساسي الريحان و 22 جرام زيت اساسي الجيرميوم. شايفين اللون الاخضر بقى جميل جدا،
انا كنت مخليه شويه من الصابون قبل لما احط عليه بقيه الاعشاب والاضافات اللي هي الطبقه اللي انا حطيتها فوق الصابون دي على طول، وبنزل بيها كده بالبواقي كده، بنزل بشكل عشوائي عشان انا عايزه اعمل كده شكل رخامي عشوائي جوه الصابون الاخضر ده. فهقلبه بقى بحاجه رفيعه كده عشان ادخله في بعض واعمل شكل كده رخامي كده جميل قبل ما ابتدي انزل فوق الصابون بتاعي. الصابون بتاعي بالعصفر هيبقى لونه حلو قوي مع اللون الاخضر ده اللي فوق، فهعمل كده خط على جنب كله بالعصفر في القلبين، في هنا وفي هنا. الصابون ده طبعا حلو جدا للبشرة، مليان بالكلوروفيل وكمان الأحماض بتاعت الطماطم، فيها خصائص التفتيح، فصابون جميل جدا. هسيب بقى الصابون بتاعي لتاني يوم لغاية لما يجف وبعد كده ينشف يعني، وبعد كده هشيله من القالب وأقطعه وأخليه طبعا شهر ونص قبل ما استعمله. الصابون ده حلو قوي لجميع البشرات، وتقدري تستخدميه على بشرتك وعلى جسمك يعني، على الوش وعلى الجسم وعلى الايد زي ما انت عايزة. هو جميل جدا لكل انواع البشرة.